تلقى الكرة بحوس الترجيين، هذا حسين الريجت. مخالفة للترجي الرياضي التونسي أمني نادي حمام الأنف. للهمهامة المخالفة، فهمهامة المخالفة فهمي بن رمضان في التنفيذ. ممتاز العمل وجيد جدا المرور من فوسيني كوليبالي. يعني مهدي الرصايصي في حوار بدني كبير، ولو يعني عنده منذ دقائق على هيدا مجويني مقدير للوقت الاضافي. قلت 30 دقيقة لعب في انتظار جماهير زوج فرق، برشا ستريس برشا عصاب وبرشا جاهزية بدنية. الجاهزية البدنية مطلوبة في مثل هذه الفترات. ممتازة العملية عكس الهجوم، التسديد للمراوغة الأولى لكن تمشي من جديد. خالد المليتي التوصيات كيف سيكون الحال؟ قلت ممتاز المرور من ماهر بن الصغير، هذه هي تغييرات معين الشعباني. التمريرة خالي من كل رقابة، لا وجود لأي مدافع ما يتحمل حتى خالد المليتي. لمسة وحيدة إلى ماهر بن الصغير، إمكانيات جيدة جدا لهذا الشاب لعب نادي حمام الأنف. اختيارات معين الشعباني، تلونات من جديد المسكيني. ممتاز تغيير وجهة اللعب واللعب وسط ميدان موجود واللعب لشكل رجعي لحسين الريجد. حتى واحد ماهو في التغطية، تمشي ركنية تسديدة ماهر بن الصغير، تصطدم في دفاع الترجي وتبر الى الكورنر. خدمة كبيرة ادريس المحيرسي مش موجود وكأنه في المباراة. ممتاز العملية، قلت رائع هذا اللاعب ماهر بن الصغير لكنه كبير على مستوى يعني المرور والتمرير. جاي توقيت الموجود عندي في انتظار كم سيضيف. هجومات المعاكسة اكيد باش تكون خطيرة على الترجي الرياضي، على الترجي الرياضي التونسي. هذا ماهر بن الصغير يربح بعض الثواني بعض الوقت. التمرير ما كانش جيد، قلت الجاهزية البدنية مطلوبة. ماهر بن الصغير فيس تو فيس، وجه لوجه مع سامح الدربالي، واحد ضد واحد. ممتاز ماهر بن الصغير يحاول يمر ويمر او يسدد، بالفعل مرر. يتدخل اليعقوبي هو خليل، ممتازة التسديدة. بليتيا الثاني افتتح ايدوك النتيجة، ما تمرش الكرة، تمشي من جديد لنادي حمام الانف. ماهر بن الصغير يشتت الكرة، يعقوبي تبقى الكرة، الشد الشعار، لمسة وحيدة، ماهر بن الصغير يربح الميدان، يربح الامتار، يربح اللحظات، يربح المرور. ممتاز جدا ماهر بن الصغير، خوضوا هيك، موجودة التسديد، يصدر، خطيرة جدا، خطيرة جدا عمليات الهمهمة. لاقي كل المساحات في ظل خرج عبد حسن اللي حضرناه مونتانوا باش يكون حاضر في الماتش هذا. البلوس اللي عطاه خالد المليتي وماهر صغير، ماهر صغير، ماهر صغير، فوزالي فوزالي فوار ماهر صغير بروشينمون. شنو هو النجم يعطي؟ ان جور تالونتيو عنده تقولش عليه، عنده برشا. اليوم الماتش الثاني سينيور الاولاني هبط زاد الزامي تون كونتر المرسى. لابور الكبير نتاع خالد المليتي، لابور الكبير نتاع عربي الناجري اللي معناها الناس اللي عندها الاكسبيريونس عطاها الحضور البدني نتاع الحضور البدني. وقلت تدخل من عمر الصدي. مباراة أخرى باش تولي في الشوط الثاني في اللقطة الأخيرة بين ماهر بالصغير. نادي حمام الأنف يعود الهجوم
ماهر بالصغير داخل المنطقة يتوقع يصوب وكورته سهلة بيدين حارس. كرة من كريم العواد الحربين مقطوعة الكرة لماهر بالصغير. واحد من الشبان نادي حمام لونف اللي عمل عليهم معين الشعباني في مباراة اليوم أساسي زاد مقارنة مباراة اتحاد بنقردان نادي حمام لونف اللي تعقد وضعيته تذكر ثلاثة خسائر متتالية. لم يشير آخر سوكاري ولكن خاطئة مقطوعة ترجع لحمام لونف ترجع لماهر بالصغير. ما ثمش الكفران لا يرجع للمخالفة. متأخر وسيم بن صالح في إعلان نتيجة. ترجع الكرة لوسام بوسنينة. وسام بوسنينة لماهر بالصغير. ماهر بالصغير يدور بالكرة ثم المساحات. حب يبدل على اليسار توصل المحرز بالراجح. ترجع لماهر بالصغير واحدة اثنين. زياد الزيادي يلعب مع ماهر الصغير. معوض دخلت مليكي بسبب الإصابة. تتواصل العملية خطيرة خطيرة في المرة الجانبية. كادت بغارة الحائط هذا ماهر الصغير يوزع تتعدى كرة قدام إيزاكام الأم الغاني صاحب الهدف الأول إعادة مرة ثانية. كيلقى ترجع شادي شعار. شادي شعار تمشي كورة لماهر الصغير. معوض خالد المليكي يعمل وراه هذا المهاجم المشاد. ترجع كورة من نادي حمام الأم. في 65 دخول عمر زكري مكان المحرز بالراجح. اختيارات مهاجم شعبيني صايبه والنان اجابه جيلاوني يلعب في 71 والهدف افتتاح النتيجه. ان دو بين ماهر بن صغير ونادي من ديفالا توصل الكره الفارس المسكين يوزع طبيب